انا معايا بتنجان ومعايا كوسه ومعايا فلفل، هبدا احمر دول في قلب الزيت، وهقول لك على تركية حلوه دلوقتي تسرع لك الموضوع ببساطه واحنا مع بعض. خلي بالك انا عارف ان انتوا اشطر مني في عمل الطعميه واساتذه، مفيش حد مصري او مفيش واحده ست مصريه ما بتعملش الطعميه الا بتكنيك عالي وبشطاره، انا عارف الكلام ده عينيا، ولكن خدي من المغازي التركية دي. انا هقعد بقى اشيف مغازي عشان اعمل شويه طعميه، اجيب لي بقى كيلو بتنجان احمره، وارد تقول الكلام ده وانت قاعد دلوقتي بتتابعيني، واجيب لي كيلو كوسه احمره، ده الشويه الطعميه وقفوا عليا بالشيء الفلاني، طب ده ينفع؟ وتقول لي اقتصاديا وبتوفر لي؟ لا يا ست الكل، اصبر عليا منت، اقل من منت، وانا معاك، هعمل ايه؟ ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. الجمهور والاغلبيه عايز حشوه الطعميه المصريه من ايد الشيف المغازي، ومعانا شويه ماليات، فللامانه انا هعمل الحشوه، وهعمل واحده او اتنين كده بسرعه ماليين، علشان دي بصراحه انا بحبها، بحب دي وبحب دي، ما بحبهاش كده زي دي. دي احنا جايبينها جاهزه، عشان برضو احنا المصداقيه والشفافيه شعارنا على شاشه القناه الاولى، دي جاهزه معايا. تعالوا بسرعه نشوف حشوه الطعميه الشيف المغازي هيعملها ازاي. طاسه على النار. يا راجل بيحطوها نيه، يا ست الكل خليكي معايا للاخر. نيه ايه؟ يعني اكل بصل ني جوه الطعميه؟ ده الواحد بقى يمشي في الشارع ازاي؟ معلقه زيت صغيره. ركزي معايا بقى عشان الحشوه دي سميها حشوه المغازي للطعميه. معلقه زيت. اعملها وخليها في التلاجه، كل ما تيجي تحشي طعميه تحشي منها. دول مكعبين من الزبده. حلو الكلام؟ حشوه المغازي للطعميه. ده هنعمل ده وده ان شاء الله يا فندم. حلو الكلام؟ نعمل ايه دلوقتي؟ هناخد معلقه بصل. واشوح البصل كده على النار. اوعى تحطي بصل ني جوه الحشوه. شفت الحشوه دي؟ والبصل بيتشوح على النار، غذيه بشويه روزماري. يا ويلي انت رايح حته تانيه يا شيف. يا ست الكل والله هتاكلي طعميه لاول مره تاكليها. روزماري ده جوه بقى الطعميه حكايه. ده الجديد. بصله وتومه. تاني. فص توم محترم. لا يا مغازي انا بشوف الحشوه دي جوه حبايه الطعميه لونها احمر، انت فين يا راجل يا طيب؟ انت مش مصري ولا ايه؟ اصبر على رزقك يا طيب. دي معلقه فلفله حلوه. الله الله على الحلاوه. ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ ايه الجمال ده؟ عايز انا بقى الحشوه دي يبقى لها شخصيه جوه حبايه الطعميه، ازاي؟ ده كلام كبير قوي. شفت الخلطه دي؟ بص على الحلاوة، بص على الشقاوة، بص على التركية، بص على حقوق الطبع لدينا وبس، وهي بتغلى على النار كده بشقاوتها المصرية. هو ده. ايه ده يا عم الشيف؟ أقول دي معلقة طحينة. يا ويلي عليك. تمسك، شفت بقى؟ طلعها من النار. حلو، وربنا يكفينا شر النار. ومعلقة عصير ليمون. خلص الكلام يا عم الشيف. ونقلبها كده. زي الفل. وهناخد العجينه دي كده او الحشوه دي كده او التوبنج ده كده بتاع المغازي، اكتبيه على باب التلاجه وجنب الزيت هنا سريعا علشان ما تزعلوش مني. وادي الطعميه بتاعتنا، وهعمل عينيا بسرعه كده. اللهم صل على النبي. ومعلقه صغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. واخد شويه من الحشوه دي كده اهو. يا ويلي، وحقوق الطبع لدينا وبس. لف مطاعم مصر من الطعمية المحشية، مع احترامي ليهم يعني. شفتي؟ الله، قرص طعمية في خبرة مصرية عريقة. في السمسم وحطيه، في السمسم وحمريه. تاني. اللي ما خدش باله من الأولى ياخد باله من التاني. حلو. واخد الحشوة دي كده. تاني. هنعمل الماليات. والله الماليات دي سهلة، ما انا كنت انا عامل الماليات لهدف ان احنا ازاي نحمر الطعميه مكان المقليات. حليت انا اللغز ده ببساطه وباقل تكلفه، هعملها دلوقتي ونعمل العصير ان شاء الله وربنا مبارك في وقتنا. شفتي؟ بص، شوف قرص الطعميه وفي قلب الزيت بيتكلم مصري. شفت الحلاوه؟ شفت الشقاوه؟ كمان واحد تالت.
واحد ليا واحد للمخرج. الا الحشوه دي مش موجوده لا في كتاب ولا في كراسه، موجوده فين؟ في الطاسه. بصي بصي اقفليها كده. وايدك تكون جنبك شويه ميه. فين الميه؟ جنبك شويه الميه. الميه دايما تسلك ايدك من الحاجات دي. زي ما انا شغال كده. اتعلمتيها اعمليها. كمان واحد تالت، معلش رابع اسف. ناخد الحشوه دي كده. خلاص خلاص، ده اخر واحد. احط كده ايدي في الميه، واحط كده ايدي في الميه، واعمل كده ايدي في الميه، واعمل كده ايدي في الميه، واعمل كده. الحاجات الصغيره اللي بعملها في التفاصيل دي، ولازم مشاعر الحب والاحساس اصابع ايدك تعلم في القرص بتاع الطعميه. هو دي الشطاره. ازاي؟ اهو زي ما انا شغال كده. بس خلاص، ارفع ده من هنا يا عم الشيف، ووسع للمقليات. تعال نعمل شويه مقليات سريعه كده. مقادير على الشاشه شفناها بسرعه. معانا كوسه، معانا بتنجان، معانا الخلطه السحريه اللي هنعملها للمقليات. لا سيب الطعميه في الزيت، ما تفكريش فيها خلاص. هناخد البتنجان بتاعنا يتقطع كده، انتوا اشطر مني في عمايله. بتنجان بيتكلم مصر. انا ما بحبش البتنجان الشكل ده خالص في التحمير بصراحه. لما تيجي تساليني بقى لازم اقطعه القطعيه دي كده، بيبقى احسن بكتير، شبه البطاطس كده في التحمير، بيبقى لطيف وحلو. رش عليه رشه ملح صغيره مع رشه دقيق كده عشان ما يشربش زيت. ده البتنجان. نيجي للكوسه زي ما هي برضو، تقطع كده شرايح اهو كوسه، وتتنزل برضو في قلب الزيت. بس انا اعمل خلطه دلوقتي كده سريعه لتحمير الايه، الخضار ده او المقليات دي. هناخد كل ده بعد ما نقطعه، هنشوف هنعمل فيه ايه دلوقتي. دي الكوسه، معايا بتنجان عروس حلو زي ده كده، باخده بالشكل ده كده اهو بالطول. اخوانا في الصين وفي اليابان المقليات دي ما بياكلوهاش زينا كده، بيعملوها خلطه الطنبوره. ايه خلطه الطنبوره؟ حاجه كده انا عملتها قبل كده، عباره عن نشا ودقيق وبيض ومياه غازيه، كل دول مع بعضهم يا عم الشيف، وبعدين نحط ده في الخليط بتاع الخلطه دي وينزل في الزيت يتحمر. حاجه كده عامله زي البانيه، هنعملها لكم ان شاء الله. هناخد البتنجان مع الكوسه مع الفلفل زي انت حبه. ده فلفل اهوت، ده فلفل عادي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، بيتقطع كده. الحاجات المحرمشات دي لطيفه في قلب كده. شوفي هعمل ايه دلوقتي زي ما هم كده اهو. واعمل ايه يا عم الشيف؟ شويه دقيق صغيرين. دي المقليات بقى على طريقتي زي الفل يا عم الشيف. شويه بابريكا، ما تقلقش، بص على الحلاوه، بص على الحلاوه في قلب. بسم الله عليك تبص على القرص، بالله عليك تبص على القرص الطعميه في قلب الزيت، محش الخلطه المصريه الاصيله المغازيه، طحينه والتفاصيل شفناها في البدايه. هناخد التوابل دي كده على المقليات، كمون، بابريكا، شويه كركم، اللهم صل على النبي، الملح والفلفل والزعتر. في طريقتين للتحمير بقى زي ما انت عايز. الطريقه الاولى ينزل في قلب الزيت. انا مش محتاج احمر ده في قلب الزيت، لان خلاص قليت الطعميه بتاعتي وعرفنا المغازة، علمنا حاجه سريعه كده، بصلتين خدناهم حمرناهم وحطيناهم في قلب الزيت. ولكن اعلمك الطريقه اللي تحمري بيها الطعميه بطريقه سهله وبسيطه. في قلب الطاسه دي كده بنحط شويه زيت، حلو الكلام، ونمسك الخضره دي نقلبها ونحط ده في الصينيه وندخلها الفرن. بجد بجد هتاكلي شويه مقليات هتدعيلي، مش شاربين زيت، معمولين بطريقه صحيه. شفت الخضره دي؟ وحطهم كده. الله الله عليك وعلى والديك يا راجل يا طيب. مقليات مع الطعميه بطريقه صحيه. ما تقلقش عينيا. حلو، ونشيل كل ده من هنا، اللهم صل على النبي. وتعالوا نشوف الطعميه اللي في قلب الزيت اللي المخرج حبيبي بيقول لي اخبارها ايه. اللهم صل على النبي، صل على الحبيب قلبك يطيب. قرص طعميه بيتكلم مصر في اي مكان في الدنيا. ومحشي خلطه من جوه. حاضر. الزيت شديد الحراره. زي الفل. هسيبه، هشيل كل حاجه من هنا، ولكن مطلوب مني اعمل الخلطه بتاعه المقليات.
بسرعه كده قبل الوقت ما يخلص. خلطه المليات عباره عن ايه يا مغازي؟ مع بعض كده سريعا، دبس الرمان، اللهم صل على النبي. اه دبس الرمان حلو قوي، شويه زيت زيتون مع دبس الرمان، مع شويه عصير ليمون مع دبس الرمان، حلو الكلام. اه دي الخلطه بتاعه المقليات، دبس الرمان، عصير ليمون، زيت زيتون، زي ما هم كده زي الفل. اه عينيا المقادير تاني على الشاشه، حلو الكلام. اه شويه كمون، شويه ثوم، الله، شويه ملح. دي الخلطه بتاعه المقليات، سنه شبت صغيره. ليه الشبت يا مغازي؟ اه عشان مشاكل الغازات نتيجه الايه، البتنجان. هنقلب كل ده مع بعضه بالمضرب بتاعنا اللطيف ده كده. اه شفت الكلام؟ اه شوف بقى اللي جاي، شوف اللي جاي. اه ننزل بمعلقه طحينه صغيره اهي، حلو، ونقلب دول مع بعض. بص على الحلاوه، شويه دبس رمان تاني. اه على المقليات اللي في قلب الزيت. اه ونشربها وندلعها. اه هنشوف لك الطعميه دلوقتي. حاضر، عينيا عينيا يا محترم، اللهم صل على النبي. اه مقليات على الطريقه المغازيه. اه لا شربت زيت ولا منها اذيه، حلو زي ما هي كده يا عم الشيف. هناخدها عينيا. اه عايز اعمل العصير، الله يرضى عليك، هنضرب لو ما عملتوش. اه تعالوا نشوفوا مع بعض نعمل عصير السعاده ازاي. هي اه طبعا اكله مصريه، نحبس بواحد عصير لطيف وجميل من الاناناس او الكنتالوب مع العسل مع اللوز مع النعناع، حاجه لطيفه وجميله. وادي الطعميه بتاعتي طلعتها من الزيت، الله، ده انا هفرجك على قرص طعميه دلوقتي خبره السنين فيه. اه زي الفل، تفتح القرص ده تلاقي فيه خبره ايه، طهويه فنيه. اه هنخليها تبرد كده ونروق الدنيا، وتعالوا نحطه مع القرص بتاعنا ده كده، اللهم صل على النبي. بالله عليك مش يستاهل، انا هحجزهولك ما تقلقش. ده عايز العيش الشامي او العيش الفينو، وفي قلبه كده مع الخلطه اللي جوه، حكايه. خلاص خلص دور الزيت، اطفي الزيت يا اختي عشان ما يقطعش منك، ونحطه يعني. اللهم صل على المقليات. عينيا عينيا يا غالي، اهي اهي، بص على الحلاوه اهي اهي اهي، زي ما هي كده هحطها في الفرن شويه. اهي بص على الحلاوه، بص على الشقاوه، اهي في قلب الفرن اهي. اهو زي الفل عينيا. اهو تعالوا نعمل العصير بسرعه، عينيا الاثنين. اهو ده مهم جدا على فكره. تاني عينيا يا غالي، بيقول لي الخلطه اللي انت حطيتها على المقليات دي، قولها تاني. طاسه على النار حطيت فيها يا عم الشيف معلقتين زيت زيتون، حلو الكلام. وبعدين نزلت بالمقليات بتاعتي بعد ما حطيت عليها شويه دقيق التوبنج يعني، وشويه بابريكا، شويه كركم، شويه توابل، وقلبتهم مع الكوسه والبتنجان والفلفل، وحمرت الخضار في قلب الطاسه، حلو الكلام. جيت جايب دبس الرمان، معلقه فلفله حلوه، معلقه طحينه، شويه ثوم، عصره ليمون، زيت زيتون، قلبتهم مع بعضيهم، وفي الاخر نزلت بيهم على المقليات بتاعتي. بالتاكيد حضراتكم شفتوها الخضار هنا بيتشوى على النار، شرب من الايه، من الصلصه دي. بعد التحميره الحلوه الزيت هنا حاضر وجاهز للايه، لتحمير الطعميه. دي طريقه. الطريقه الثانيه، لو انت جاي على بالك بقى تعمل سفره زي اللي انا عاملها النهارده فيها مقليات، بتجيب البتنجان، بتجيب الكوسه، وتحمريهم في قلب الزيت بعد موضوع التحمير كويس، بتحمري الطعميه بتاعتك. هنطلع المقليات بتاعتنا من قلب الفرن. اه اللهم صل على النبي، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الحلاوه دي يا مغازي؟ ايه الجمال ده؟ اه شوف الحلاوه والشقاوه. اه اللهم صل على النبي، نقلبها عينيا. اه شويه مقليات صحيه، اه فيهم طعم. اه شوف الحلاوه. اه عايزه تاكلي الكوسه، تاكلي البتنجان، تاكلي الفلفل، عايزاها سبايسي، فيها طعم دبس الرمان، فيها النعناع، فيها عصير الليمون،
فيها زيت الزيتون. اللهم صل على النبي. مش لازم تشيل زيت بقى. مطبخنا النهارده بسيط وسهل، في متناول الجميع، تقدري تبدعي فيه وتعملي اللي انت حباه من شويه فول مدشوش جبناهم. الشيف المغازي ابدع وعمل الطعميه المصريه بخبره مصريه، وعملنا التوابع بتاعتها سواء مقليات سواء جات الخضره بتاعنا اللي هو سرفيز الخضره مع عصير السعاده اللي هو الكنتالوب بالعسل والنعناع. رؤيه فن ابداع خبره طهويه بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.